حظيت مدرسة العروبة الابتدائية للبنات بتكريم في الملتقى الحكومي 2018 لحصولها على تقييم ممتاز من هيئة جودة التعليم والتدريب في 3 دورات متتالية. هي فرحة لا يمكن الواحد يوصفها، وما أقدر بكلمات بسيطة أشرح إشقد إحنا فخورين في المدرسة، إشقد إحنا ممتنين لهذا التكريم. هذا تكريم وإنجاز تفخر فيه كل منتسبة من منتسبات العروبة، ولنا الفخر أن إحنا الحمد لله رب العالمين كان لنا التوفيق في أن إحنا نحصل على 3 مرات متتالية تقرير ممتاز في هيئة جودة التعليم والتدريب. ونتيجة لهذا التخطيط المستمر والوقوف على نقاط القوة والضعف اللي عندنا في المدرسة، قدرنا أن احنا نضع الإجراءات ونضع الأهداف اللي تحقق لنا الطموح العالي اللي نطمح فيه، وتحقق لنا رؤيتنا في العروبة اللي هي نحو الريادة والإبداع. وفعلا فريق العروبة قدر أنه يبدع ويحقق هذا الإنجاز والتكريم. طبعا من أبرز المشاريع اللي تطرحها المدرسة عندنا المشاريع اللي تهتم في رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، وكذلك من المشاريع أيضا اللي هو مشاريع اللي تهتم بالتطور الشخصي للطالبات وتعزيز القيم، تعزيز الموهبة، تعزيز القدرات الطلابية، وكذلك رفع مستوى الطالبات اللي يحتاجون إلى مساندة ودعم. روح العمل بفريق الواحد هو من أهم وأبرز الأمور اللي إحنا نقدر نقولها كقيادات. الجانب الإنساني من القيادات والتعاون المستمر مع معلماتهم ومعلمينهم في المدارس، التخطيط السليم هو الركيزة الأساسية اللي يقدر يسعى من خلالها القائد في أنه يطور ويقع على مثل ما قلت نقاط القوة والضعف، وبالتالي التطوير في المدارس.